بسم الله الرحمن الرحيم. احمد اللي يكلم النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. النهارده بقى النهارده لما كنت في المدينه الطلابيه مصر اهو كان بيقول لي خليلي وصورني فيديو. انا كنت طايره على الشباب بس تاني ما كانش احمد هنا ولا كان حد هنا وانا مطلوب لك زي ما وعدتك من بدري. بس ما كانش حد يصورني هنا. احمد جه دلوقتي اهو عملت لك برطماناتي النفسيه اهي ما شاء الله. يعني ده شوف معمول بقى قد ايه وشوف لي الفسيخ عامل ازاي. شايفين البحار ما فيش زيه في الدنيا دي كلها. شوف هتاكل فسيخه كده ما اكلتهاش لسه. والله العظيم دي اقول لك من نفسي الشريحه مبرمله احلى فسيخ. بص بقى لسه هكمل لك بقى الدهون لك واحده دلوقتي. وطبعا احمد هيتكلم شويه اهو كلمت شويه ارى ايه. طب اقول لك بتملح السردين ازاي؟ والله تيجي بخير سردينه. ما انتش عايز مساعده؟ لا طب عايز مساعده. السردين هو عامل غير اللي بقى بيبقى امبارح يا جماعه والله العظيم يوم ما كان بملحه بقول له بالله عليك اعمل لي السردين سيبه وانا اصوره وهو بيتملح. اما قال لي لا هو السردين كده ليه؟ ده العيلة صغيرة تملحوا. طب قولي والنبي ملحوه ازاي؟ بقالي شوية ملح وقعدت السردين في قلبه وخلاص والسلام عليكم. ما هي بقى الفكرة كلها في شوية الملح. شوية ايوه الفكرة كلها في ابقى في شوية الملح ده في الفسيخ وفي السردين. بظبطة ايدي في الملح بس هو بقى عارف ظبطة الايد. وطبعا السردين بتاعنا برضه زي ما قلت لكم اهو. ومطلعه شريح. اهو يا استاذ. انا عندكم من مصر. الله. كل حاجة حلوة فيه. حتى أحمد حلو فيه. يا سلام. يا سلام. طب اتكلم بقى. بس عشان أعيط. اتكلم يلا. الناس عايزة تسمع صوت. أهو بتكلم. أفيدهم بأي معلومة. أفيدهم بأي معلومة. قول لهم طريقة تخليل الفسيخ بتعمل إيه؟ طريقة تخليل الفسيخ؟ إزاي؟ تاني يجيبوا أي معلومة. عادي يعني إحنا بنروح البورصة. نجيب السمك. ايوه. ما نحطش عليه تل جوه هناك. ماشي. نجيبه هنا. ايوه. نحطيه في البراميل. ماشي. ونغسله. ايوه. ونرجع نغسله. ايوه. وبعدين. وبعدين نرجع نغسله ونغسله تاني. بيقعد يغسله لحد ما يفك عينه. ايوه. وبعد كده نملح. وبعد كده تملح. بس خلاص. طيب والنزعات الأخيرة بقى. اللي هي بقى؟ اللفتات الأخيرة يعني اللي بيحبوا مظبوط يسيبوا 15 يوم هيطلع مع حد يشيرش يعني ده قانوني. قانوني 15 يوم. قانوني 15 يوم. قانون. بس هيطلع حد يشيرش في الآخر. طب لا بقى بتوع مصر ليه بتفسخ عندهم أصفار؟ أنا بشوف معكعكين كده على اليوتيوب. ما هما بقى بيسيبوا بقى عندهم أصفار بتبقى الشرشة رايقينة. عشان يبقى قاعد عندهم في الشرشة بطل قوي. قعدوا بقى ما حطوش ملح عليه ولا حاجات من ده. زي الحبايه اللي انا جايبها لك من شويه دي. جاب لي حبايه واحده جايه تقول لي دايما انا عايزه فسيخ زي الجبنه الحادقه اللي في البطماط. قلت لها حاجه هتقدري عليه؟ قالت لي هقدر. قلت لها تاكلي عينك هتدمع؟ قالت لي الدم. قلت لها افتكري ان قلت لك بلاش. قلت لها افتكرك ان احنا هنالك بلاش. قالت لي يا ست انا عايزه ده اوريكم بقى الفسيخه اللي هي كانت عايزاها. يا فين يا لها؟ لفه فرع عشان احنا معانا مقسم تاني. بصوا بقى هي طلبت الفسيخه دي بس بحق الله انا صحتها حلوه وصحتها 100 تاكل لان ولي الفسيخ الصحي. اما بنيجي نعمل عينه صفحه بنديلهم ده لازم يكون الفسيخ كده. لكن الفسيخ الدلع ده يقول لك لا. بس هو بيبقى صحي برضه. شوفوا بقى هي طلبت الفسيخ عامل ازاي. بصوا شايفين الفسيخة؟ أصفار أهي. هي عايزاها صفرة. قالت لي أنا عايز هي دي بقى اللي أنا بشوفها على على اليوتيوب. نفسي أعرف بقى هي دي الفسيخ اللي أنا بشوفها على اليوتيوب. أنا عن نفسي أنا مش عارفة. هي كوزة هو ريحته حلو. والله عظيم بس بره أفتحها له مش فاهم من جوه؟ لا بره أفتحها له مش فاهم من جوه؟ أفتح
الله العظيم. أنا حكيت حلوة والله لك الحق. أكلتوني يا والله يجي لها طلبة. يجي لها رسالة الوقت. طالما ناويين على خير عشان أوريكم. أنا قلت لها تاكلها إزاي؟ عينك هتدمع وأنت بتاكلها. تقول لي تدمع. يا بنتي بلاش. تقول لي هاتي يا أمها. قلت لها افتكري اللي أنا قلت لك بلاش. المهم الفسيخ اهي. اخ فعلا ريحه جبنه حادقه طالعه من البرطمان متجرد بتاعت زمان. يا لهوي اتيالا بس هتلاقيها بقى خلاصي. اتفرجي على اللحمه. بصوا بقى على فكره بيجي لنا ناس كتير من مصر بيلموا ايه الحادق. يجوا بقى ايه يستلوا على بتوع الفسيخ المغلوط ده ويقوموا واخدين الحادق ده ويبقوا بقى يبقوا عندكم ايه ما شاء الله. اهلا يا هلا الفسيخه الدين رابط جواها من كتر اللي فيها. ياما شايفين تاتي احلى برضه. شايفه وسام؟ شايفه وسام دي الدلع دي من ايه؟ من سوريا للسياره. والله ده ورميته ده جديد الاربعات والثلاثات. مش حاجه مش من النوم السمر ده اللي هو اللي قلت لي مظبوط. طلع حته ثانيه كده. طلع حته ثانيه كده سيدي فيها حاجه. طلع لي حته بالسكين. اصبر يا حاج. بصوا بقى الفسيخة الحادقة. أداة يا وسام. يا لهوي. تاكلها ازاي؟ ربنا يعينك يما على النهاردة. يعينك ويقويكي كده. طماطم وفلفل وجزر وخيار والطحين وتقصروا عليها ليمون. وتقصروا عليها ليمون. كل اللي قعدت بقى جميله بعد ما طلعت ربنا يعيني اللي خدت. طلع ده ايه؟ والله انت ما طلعتهمش. دي بقى مش عارفه انا خليتها تاكلها ازاي. ربنا يقويك ده الصح. بس هي ريحتها حلوه. اكلتها فسيخ عندي حديق برضه تقولي لا انا عايزاها. بصي جبنه قديمه. راح حاضر. رحنا جبنا لها جبنه القديمه. بس انا قلت لك افتكري ان انا قلت لك بلاش. ايوه نشرش ده بقى عندكم في مصر بيبعتوا ياخدوه من عندنا. الحديق ده ما بيتباعش عندنا برضه كتير. يعني يعتبر بقى يعني بنتدمر فيه. بس بيبقوا عندكم بقى ياخدوه التجار اللي بياخدوه بقى بيبقوا عندكم بكيلو ب200 جنيه. واحد جاي محترم كده النهارده 150 جنيه. ياخدوه مننا بقى احنا هنا يا عيني الغلابه. ياخدوه مننا ب30 جنيه. حصل بتاع الراجل 20 جنيه. المصحف بكلمكم جهاد. انا بقول الصراحه يعني. طب ما انت بقى على الوقت كيلو ونص المره. ارجع تقول لي كتر الفال. مين الست؟ لا ده هاكلها وراه. مشكلة. المهم يعني يا جماعة بقى يعني عشان ما اطولش عليكم. المهم ان احنا احمد اعمل لكم البتاع اهو. اللي دي شوية. وريكم الحاجة اهو. بس الحاجة بصراحة هو حاجة بستعمل حلو. بس مين اللي يقدر عليه? اللي عايز ياخده يعملوا صلاة. ده بقى من حقي يا جماعة. عندكم بقى في مصر. الحاجة عندنا. الحاجة عندنا احنا. ده عندكم الدلع. والله. لان انا بعت مصر الدلع بتاعنا في الدلع. لان احنا مرات.
ولا بروح عامه. الدلع دلع، الدلع عندنا عندكم طري يعني، انا بعته عندكم في مصر ده عندكم طري، لكن الحادق عندنا احنا بقى الحادق عندنا عندكم ده الدلع يعني، ده زي ده كده، ده الحادق عندنا ده مظبوط يعني حادق شويه، ده بقى الدلع عندكم، لكن الدلع عندنا بقى دلع دلع يعني، في دلع دلع كل زبون له ما شاء الله. شوف فسخه وجماله، ايش شوفوا الحلاوه اهو، ده ثلاثات، ده الخمس حبات 2 كيلو، ده الثلاثات اهو، شوف الحبايه قصيره وتخينه وملظلظه وحلوه وحمراء وجميله، والزيت بتاعك اهو، يلا وزيتنا اهو، حاجتنا ايه، يلا حلاوتنا ايه، واللي بياخد عندنا واللي بياخد من عندنا بيجينا تاني، وربنا وحيط ربنا وجبنا زباين. انا كده واللي بقى ليا 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 ممكن برطمان تاني، بس استشهد عندنا ممكن تعمله. اللي بياخد من عندنا بيرجع لنا تاني عشان حاجتنا حلوه وجبنا زباين والله. وانا قلت لكم ان انا ليا صفحه على اليوتيوب، ايوه من حق ليا صفحه على اليوتيوب، واعملوا لها اشتراك، اعملوا لها اشتراك صح. انت عايز رم، اعملوا لي في العند فيه، اعملوا لي في العند في احمد، اعملوا لي لايك وشير واعجاب عشان ما تبقى تعرف تقولها الاول. بتتقال اه انا اعرف، قول يا واد يا وسام بيتقال على اه شير. اي شير 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 ورايك رايك ان الشجره مفسيخه دي، ولا يعمل لي كده هديله فسيخ، وقعد مني اللي هيشارك لي يطلبني يقول لي يا ابو احمد انا عملت لك اشتراك، بعت له فسيخ. يلا الجدعان بقى اللي يعمل لي اشتراك هديله فسيخ، فسيخه وفسيخه طول العمر. اقعد اخد قرار بجد احسن من لا اعمل لكم اشتراك، اعمل لي اشتراك وانا اعمل لكم فسيخه. طب انا اعمل لكم حاجه حلوه، هعمل لكم سبق. اللي يعمل لي اشتراك 2 3 كيلو مخلي من عندني. بس ازاي اشتراك كتير؟ انا اعرف، المهم انهم يعملوا اي حاجه وخلاص، انا هطلع عليه 3 كيلو مخلي. المهم اللي هيتعمل كتير ونعرف ان هو كتير، اعملوا لي على وانا اديكم كيلو مخلي وكيلو من التاني. لا 3 كيلو مخلي من عندي. يا رب. اتبرع لي بس كيلو سنتين. كتروا لي في الاشتراكات والحاجات دي علشان اخد الدرع. هسيب بسمع عن الدرع ده. الدرع. مش هعمل الدرع كمان وصلت للدرع. درع. تعالى. واخد بتاع الاشتراك، شوف بقى الفسيخ. زمان قاعدين دلوقتي يا عيني بص شمال ويمين اعصابك تعبي، انا عارفه ان ماني تعبت. العربيه بتاعت مصر هتمشي يلا بسرعه كده، لان احنا مودين طلبيه مصر، يعني الراجل زمانه هيمشي، واحنا ببعت مصر يا جماعه ومنصوره كل البلاد، واللي عايزني يطلبني وانا افيده، يعني اللي عايزني يطلبني 010-33-2707-4-4 واللي عايزني بفيده. واني 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 قدام مدرسه الصنايعي لما الكره ما تفاش ما بيردش على حد، وقدام مدرسه الصنايعي مش عارف رقم. لا لا وسام يعني بس ده رقم فاشل، النفسانه شغاله عندهم. فاحنا مدرسه الصنايعي قدام مدرسه الصنايعي ومالناش فروع اخرى، وتعالوا شرفونا في اي وقت. والله لو حطيت لك رقمي في اول الفيديو كده، اللي اتفرج على الفيديو يشوف الرقم اول واحد. وبقى اقول لكم تعالوا كده، وعايز اقول لكم حاجه. هقول لك على حاجه يا اسامه، استنى استنى، رقمي بقى 010-6930-284، واللي هيرن عليها مش هرد عليه عامه يعني. اداكم رقم قرانكم، لو حد رن على احمد ابني ورد عليه. قررنا على الساعة 5 الصبح 4-3 قال لي اه قال لي بقول لكم النهارده انما انا بقى رقمي متاح على طول طول الوقت، بيرنوا عليا في الاول ماشي. واحنا عندنا في المحل النهارده الاربع، انا عندي كل انواع الفسيخ ورب الكعبه، انا عندي فسيخ جميل، ما عندي فسيخه وحشه في الدكان والله، ما عندي فسيخه وحشه، عندي الحادي، عندي الدلع، عندي الوسط، عندي كل اللي انتوا عايزينه، واللي انتوا عايزينه موجود عندي. عشان في واحد بركه في وطبعا اقول لكم وطبعا الحاجه بتاعتك يا استاذ عبينا لك البتاع والسمك كله يا احمد في المكان ده اهو، وعبينا لك السردين والمخي اهو، دول يا جماعه 2 كيلو هما،
برطمانين فايدين من 200 كيلو حطيناهم في برطمان صغير اهو. وده كيلو سردين اهو. دي برضو المعلومه اللي انا قلتها لكم امبارح ان ده فسيخ كبير، فالفسيخ الكبير بيطلع لحم كتير. ده لو معمول من الكيلو 3 حبات، لو معمول من الكيلو 3 حبات هياكل البرطمانين دول بس. بس دي 3 حبات 2 كيلو طالع البرطمان ده زياده، عشان تكونوا بس عارفين. يعني السمك الكبير بيشيل لحمه. السمك الكبير بيبقى شايل لحمه عن الصغير. حطوا دمهم بقى في اي حاجه كده يلا عشان حطوا في البرطمان ده. جايز حد يجي واحده تكون بتتوحم على واحده تكون بتتوحم على فسيخ حد من الدول اللي بتتوحم. يا رب اللي ما خلفش يخلف ويتوحم على فسيخ من عندي، واللي تتوحم على فسيخ تيجي ونديلها ببلاش. يا رب ارزق كل من كان، اللي عندوش عيال يرزقه، واللي عنده عيال ربنا يهديه، واللي تتوحم على اي حاجه يرزقه خلاص. ربنا يهدي كل عايز، عايزين نعرف المعلومه بس، وييسر للناس كلها ويهدي كل مكان ويبعد عننا الكورونا. اهم حاجه تبعدها والحال يستقر بقى، والخارج يفتح والناس تشتغل، كل الناس تشتغل. تعالى ويلا بقى مش عارفه اطلب اكتر من بقى كفايه عليا كده. قولوا كده ويلا سلام.